يعد الفحص الفني للسيارة من أهم الضروريات التي غابت بشكل كبير بين أوساط المجتمع اليمني، خصوصا مع عدم التوعية وقلة الاهتمام من قبل سائقي السيارات. شركة صنعاء للفحص الفني هي الشركة الوحيدة في اليمن التي تقوم بفحص السيارات بشكل دقيق، وذلك عبر نظام آلي متكامل لمعرفة جميع الأعطال المتواجدة في السيارات. تمر عملية الفحص الفني بمراحل عديدة، تبدأ بإدخال البيانات في جهاز تعريف البيانات، ثم البدء بعملية فحص السيارة انطلاقا من العادم لمعرفة مدى صرفها للبترول، لتقوم آلة الفحص بعد ذلك بفحص الأنوار للتأكد من عملها. يتم قطع سند الرسوم، بعد ذلك بتدخل السيارة على أساس الفحص الآلي. تبدأ الفحص مرحلة، أول مرحلة من مراحل الفحص اللي هو فحص العادم، من خلال نكتشف اللي هو صرفية البترول أو الديزل أو الغاز. بعد ذلك تنتقل إلى مرحلة اللي هو الأنوار الأمامية نتيجة الانحرافات، سواء كانت يمين أو يسار، فوق أو تحت. بعد ذلك يتم نقل السيارة ليتم فحص الذراعات والقيام بوزنها لمعرفة مدى الانزلاق، ومن ثم فحص الفرامل والمرتزيات ومعرفة مدى فعاليتها ومعرفة الخلل حتى يتم معالجته. الذراعات اللي هي خاصة بالسيارة بيتم وزنها وبيتم معرفة اللي هو الانزلاق الموجود في السيارة أو عدم الانزلاق الموجود فيها. بعد ذلك بيتم فحص المرتزيات الخاصة بالسيارة. بعد ذلك اللي هو المرحلة التالية اللي هي مرحلة فحص الفرامل الأمامية والفرامل الخلفية، وبعد ذلك بيتم فحص اللي هو الهاند بريك خاص بالسيارة. تنقل السيارة إلى الفحص النظري من قبل مهندسين متخصصين لمعرفة إذا ما كان هناك أي تسريب أو أعطال أخرى، ليتم في نهاية المطاف القيام بمطابقة رقم القاعدة برقم البيان الجمركي وإخراج النتيجة النهائية لمعرفة الأعطال التي يجب على صاحب السيارة القيام بإصلاحها. بعد ذلك تتجه السيارة إلى الفحص النظري الشامل اللي هو يكون من تحت السيارة لمعرفة ما إذا كانت تسريب زيت أو في هذا الحال أو ما إلى ذلك من اللي هو الموجودة في تحت السيارة. بعد ذلك تنتقل السيارة إلى آخر مرحلة اللي هو مطابقة رقم القاعدة مع البيان الجمركي والكرت الخاص بالسيارة، ويتم ختمهم من قبل مكتب المرور، وتمشي السيارة إلى الإدارة العامة للتجديد أو نقل الملكية أو الترقيم. مراحل عديدة تمر بها السيارات للوصول إلى تقييم نهائي، مسطرة بذلك عمرا جديدا في تجديد المجدد والجديد من هذه السيارات للحفاظ على سلامة الأرواح.